الوضع الأمني والاجتماعي خطير في محافظة واسط بسبب أزمة الكهرباء، ونؤكد أن الوضع خطير وسيتسبب بانتكاسة كبرى في محافظة واسط إذا استمر الحال على ما هو عليه من قبل وزارة الكهرباء. سنويا نعاني من أزمة كهرباء، وهذه الأزمة نؤكد أمام الرأي العام هي أزمة إدارة. لا يمكن أن نتقبل أو نقبل مرة أخرى الوعود الكاذبة من قبل وزارة الكهرباء. محافظة واسط محافظة منتجة للكهرباء، تغذي المنظومة الوطنية بأكثر من 2400 ميجا. لا يمكن القبول بأنه لا تعطى حصة واسط وفق الكثافة السكانية والاستهلاك المحلي. واسط تحتاج إلى 1500 ميجا، طالبنا بأنه تكون حصة واسط ما يعادل 1000 ميجا حتى يتم تشغيل ساعتين في ساعة كحد أدنى للمواطنين في عموم المحافظة.